محمد بن حمادي مدير عام المنطقة الصيتية للتوزيع. مرحبا بكم بمناسبة الافتتاح المنتظر غدوة نتاع جيون جربة. بالنسبة لنا احنا جيون جربة يعتبر أول مغازة خارج ننجزوها خارج مدينة تونس العاصمة. وبحول الله باش تكون الانطلاقة نتاعنا اللي برنامج طموح باش نبداو فيه جربة وباش نحاولوا كونوا في مدى قصير ننجزوا معناتها مساحات مماثلة أو أكبر منها. بالنسبة لنا احنا جربة راهو تعتبر إنجاز ممتاز. علاش ممتاز؟ على خاطر احنا فخورين به لأنه موجود في أكبر فضاء تجاري موجود في الجنوب التونسي. في إنجاز مساحات تقدم وتوفر عرض كبير للمنتوجات انطلاقا من المواد الغذائية مرورا من الملابس والأحذية حتى للمواد الكهرومنزلية. فبالتالي احنا كانت فرصة لنا باش ننجزوا المساحة هذه الفضاء هذه اللي المساحة نتاعو مساحة البيع تفوت 3800 متر مربع، لكن المساحة الجملية اللي نستغلوا فيها ربما تقارب 4500 متر مربع. الاستثمار الجملي للفضاء للمغازة اللي انجزناها تفوت 10 مليون دينار. وكانت فرصة لنا احنا باش ننجزوا مغازة من الحجم هذايا 450 كيلومتر بعيد على تونس. وكانت بالنسبة لبعض الناس كانت مجازفة، لكن احنا خذينا المجازفة هذه واعتبرناها فرصة لنا احنا باش نطوروا، واعتبر كونه نجحنا في المجازفة هذه. احنا باش نحاولوا انطلاقا من العنصر هذا باش نحاولوا نرشدوا المستهلكين باش يجتنبوا التجارة الموازية. كيفاش؟ باش نحاولوا احنا نعرضوا احسن ما فما من المنتجات بأسوام تفاضلية تساعد التونسي وتراعي المقدرة الشرائية نتاعو. النقطة الأخرى كونه احنا بالمغازة هذه رانا خلقنا على المستوى المحلي ما يفوق 150 موطن شغل قار وحوالي 70 موطن شغل غير مباشر. بالنسبة لل 150 موطن شغل هما موطن شغل قار ومباشر. كان نقول لكم احنا نفسنا النزول والقطاع السياحي في انتداب الموظفين. فالموظفين يسارعوا باش يجيو عندنا لان عندنا صوره باهيه، ولكونه عندنا الظروف الاجتماعيه تتماشى وتطلبات المواطن التونسي والشاب التونسي خاصه، خاطر الشباب اللي عندنا اكثرتهم معدل الاعمار بين 25 و 30 سنه، وفيهم حوالي 30% ذو شهاده عليا. دونك احنا فخورين بكونهم جاوا معنا، وهذا دليل كونه بالنسبه اللي نحن على المستوى الاجتماعي نمثلوا امتياز. الور غير الشيء هذا باش نحاولوا على المستوى المحلي نعطيو الاولويه في اطار التزود بكل ما انتجت طازجه على المستوى المحلي، بما في ذلك اللحم، الحوت، الخضره، الغله. وبالنسبه للمواد الاخرى اكيد كونه كان المواد هذه تتباع في المغازه تتباع في تونس، دونك اكيد نشروها في تونس ولا نشروها في جربه كيف كيف.